السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة 6 منهج كونكت بلس، ويلكم باك. النهاردة إن شاء الله يا أبطال يونت 1 الوحدة الأولى ليسن 3 أند 4 الدروس الثالث والرابع، وفيديو النهاردة هو أخف من الفيديو اللي فات، ورغم إن الفيديو اللي فات كان مبسط جدا، ولكن فيديو النهاردة مفيش جرامر، فهو نصوص هنقراها، طبعا كلمات لازم نحفظها ونركز فيها. فأنت يا بطل تحضر الورقة والقلم وتكتب ورايا وتردد معايا، الكلمات كثيرة شويتين ولكن الدرس كله بسيط جدا، وانت ان شاء الله هتخرج من الدرس ده وانت فاهمه ان شاء الله بشكل كبير. بعتذر لو في اي حاجة في صوتي كده بسبب نزلة برد، يعني فهي اللي مغيرة الصوت شوية. بطل ما تنساش اللايك الجميلة منك، اللايك بتاعتك بتدعمنا، اللايك بتاعتك بتفرق معانا جدا، ويلا بينا يا ابطال. Let's get started. بعض بليسن 3 بالدرس الاول هناخد كلماته، وبعد كده ننتقل للنص بتاع ليسن 3. تمام، هو ليسن 3 عموما بيتكلم على A Night of Colors، ليله من الالوان. عارف انت لما يبقى بالليل كده في العاب ناريه في السماء، السماء المظلمه دي مره واحده كده تتحول لانوار جميله فيها حاجات كده واصوات مفرقعات والكلام ده، فهو ده احنا بنتكلم في الموضوع ده، في الالعاب الناريه اللي بتكون بالليل في السماء. طيب، كلمة قصيدة بالإنجليزي يعني poem، 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 يصيح أو يصرخ shout، shout، shout. طيب، يهتف أو يشجع cheer، 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 cheer. فريق كرة كسب مثلا، فالجماهير بتوعه بيعملوا ألعاب نارية وعمالين مثلا يهتفوا ويشجعوا cheer، cheer. بعيد far away، far away، far away. النفس اسمه breathe، 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 breathe. بتألق brilliantly، 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 brilliantly. الفرقعة أو الانفجار ممكن نقول exploding، 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 وممكن نقول blast، 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 blast. الوميض، الوميض ده اللي هو النور الساطع اللي مرة واحدة اسمه flash، flash، flash. الجواهر اسمها jewels، 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 jewels. تمام، البطل مركز معايا، تعالى نروح للجدول اللي بعده. يتذوق taste، taste، taste. مظلم dark او ظلام dark، dark، dark. يبقى كلمة dark تنفع صفة مظلم، dark sky السماء المظلمة، وينفع noun اسم اللي هو الظلام نفسه نقول عليه dark، وعكسها lights الاضواء، lights، lights، lights. هادئ quiet، quiet، quiet. ويرقص dance، dance بسعادة happily. دايما dance تيجي مع happily، dance happily، يرقص بسعادة dance happily. أما noisily، noisily هي جاء من noise ضوضاء، noisily بضجيج بصخب بضوضاء دوشة noisily، noisily. ملون colorful، colorful. حريق fire، fire، fire. حفل موسيقي concert، concert. الحفلة الموسيقية اسمها concert، 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 concert. غابة forest، 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 forest. عملاق giant، giant، giant. كلمة احنا خدناها قبل كده giant. برج tower، tower، زي كايرو tower، برج القاهرة tower. ديناصور dinosaur، dinosaur، dinosaur. اما soft اصلا soft حاجة رقيقة كده soft، لكن softly بلطف برفق برقة softly، softly، softly. sailing ship سفينة ابحار شراعية. تمام، sailing ship، sailing ship، sailing ship، sailing ship. يحترق او يشتعل burn، 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 burn. تعال نبص على الافعال بتاعت ليسن 3. يقف stand، okay stand، يقف stand، stood، stood، stand، stood، stood. يرى see، والماضي so والتصريف الثالث seen، see، so، seen. تشرق shine، shown، shown، shine، shown، shown، shine، shown، shown. يبيع sell، sold، sold، sell، sold، sold، sell، sold، sold. يعني ايه verse يا ولاد؟
verse بيت من الشعر اللي هو السطر من الشعر verse is a part of the poem. لو انا عاوز اعرفه بالانجليزي هقول على ال verse is a part of the poem يعني جزء من القصيدة. طيب ايه هي الرايم؟ رايم يعني القافية. القافية دي موجودة مثلا لما اقول tree و see يعني الصوت الاخير نفس الصوت في الكلمتين فده رايم قافية رايم. تمام رايم sun fun okay hot cut is going to worse لما كلمتين sound the same صوتهم نفس الصوت at the end في النهاية at the end of the word في نهاية الكلمة فده اسمه رايم قافية. هنيجي على الاكسبريشنز ليلة من الألوان a night of colors وده عنوان الدرس اللي هنقراه a night of colors تجعل السماء مشرقة مثل النهار السماء بالليل ولكن الألعاب النارية اللي موجودة والمفرقعات والأضواء دي خلت السماء مشرقة زي ما يكون احنا في النهار make the sky as bright as day make the sky as bright as day. طيب shoot up into the air يطلق في الهواء shoot up into the air shoot up into the air shoot up into the air take off يقلع زي الصاروخ بيقلع الطيارة بتقلع take off take off take off مع وميض من الضوء with flashes of light في flashes كده اللي هو الوميض او الانوار الخاطفة اللي مرة واحدة المفاجأة with flashes of light with flashes of light up high عاليا او لاعلى up high win an award يفوز بجائزة win an award win an award طيب نحبس انفسنا او نكتم انفسنا من الدهشة اللي احنا فيها فاحنا ما بنتنفسش حتى كتمين انفسنا hold our breath hold our breath hold our breath ينظر بعيدا look out far look out far يمثل على خشبة المسرح act act يعني بيمثل on stage stage اللي هي خشبة المسرح act on stage act on stage يتخلص منه give it away give it away give it away تعال بقى ننزل 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 على الجزء الخاص بالreading للسن 3 هنطلع تاني بقى لكلمات listen 4 بس هخلص listen 3 الاول اللي هو a night of colors ليلة من الألوان هنوصل قربنا خلاص اهو اهو يلا بينا a night of colors ليلة من الألوان شايف شكل السماء عاملة ازاي بيقول we stand together in the cold black night okay احنا واقفين انا وصحابي مثلا مع بعض in the cold black night في الليلة المظلمة البرد the sky is dark and far away السماء مظلمة وبعيدة السماء بعيدة عننا everything is quiet and still وكل حاجة هادية وستيل هنا ساكنة until لغاية لما مرة واحدة bang بانج ده اللي هو بوم صوت كده بوم صوت فرقعة The lights make the sky as bright as day الأنوار اللي جت مرة واحدة خلت السماء جعلت السماء as bright as day مشرقة مضيئة مثل النهار Rockets shoot up الصواريخ بتطلق into the air في الهواء We shout and cheer وإحنا بنصيح وبنهتف Watching them fly وإحنا بنشوف الحاجات دي بتطير Colors burn brilliantly الأنوار بقت بتحترق بلمعان Against the black يعني في وسط الظلام Black هنا الظلام السواد يعني الظلام We see them dance happily شفناهم الأنوار دي اللي بتحصل كانت ترقص بسعادة through the sky وسط السماء The sound fills my ears الصوت العالي ده ملا ودهقني As each rocket takes off كل ما صاروخ بيقلع Exploding nicely بينفجر بضوضاء
with flashes of light, وفي وميض من الضوء. Beads زي ما يكون كده الحاجات في السماء دي كأنها حبات خرز. Beads of red, yellow, silver and gold. حبات خرز كده لونها أحمر أصفر فضي ذهبي. Are beautiful jewels عاملة كأنها مجوهرات جميلة. In the black night في الليلة السوداء أو المظلمة. With blasts وانفجارات so loud عالية جدا. And rockets up high وصواريخ وتطلع فوق. A colorful fire كأن في نار مضيئة. Against the stars وسط النجوم. The sky shines brightly السماء أصبحت مشرقة بلمعان. With light and color بالنور والألوان. We hold our breath احنا كتمنا انفسنا. looking out far واحنا بنبص عليهم بعيد جدا. ده كان نص lesson 3. حاجة بسيطة جدا، حاجة سهلة جدا. فتعالى نتكلم يا بطل مع بعض على lesson 4. يلا بينا. lesson 4 الدرس الرابع. بصوا هو الوحدة بتتكلم على الابداع مش كده؟ فاكر الوحدة كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات. Express yourself عبر عن نفسك، يعني ورينا كده إبداعاتك. فإحنا هنتكلم على أشكال مشهورة من أشكال الإبداع، وده هيكون موجود في lesson 4 واضح قوي. فتعالى نعرف الكلمات كده اللي موجودة. نحات يعني sculptor sculptor sculptor. أشكال كروية يعني spheres spheres spheres. غير منتظم irregular 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 irregular. حاجة مش منتظمة irregular. فاكر irregular verbs مثلا الأفعال الغير منتظمة. فقاعات bubbles bubbles bubbles. يعكس reflect reflect reflect. النمط أو الشكل pattern أو pattern pattern. منظر أو مشهد sight sight sight. مسرح theater theater theater. مادة الفولاذ المقاوم للصدأ stainless steel stainless steel stainless steel. ستيل برضو ستيل بس اللي هو الفولاذ او الصلب. stainless steel الفولاذ المقاوم للصدأ stainless steel. في تمثال اسمه cloud gate. تمثال cloud gate بوابة السحاب. cloud gate cloud cloud gate cloud gate موجود في شيكاغو. في شيكاغو cloud gate. أشكال shapes shapes shapes. الأماكن العامة public places public places public places. طيب في متحف اللي هو متحف جوجنهايم. جوجنهايم ميوزيوم وده موجود في أسبانيا. جوجنهايم ميوزيوم جوجنهايم ميوزيوم جوجنهايم ميوزيوم. يطفو float يفضل على الوش على وش السائل مثلا على وش المية. float float. لامع shiny shiny. ضخم huge huge. مرآة mirror mirror mirror. سائل liquid 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 liquid. في تمثال اسمه تمثال كلب البالون. balloon dog sculpture balloon dog sculpture. الشرق الأوسط the middle east the middle east the middle east the middle east. نكمل. صورة image image image. ملف حقائق fact file fact file. موقع location 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 location. ارتفاع height height height. أواني الطهي cooking pots cooking pots cooking pots. معدن metal metal metal. عصا stick stick. يدمر أو يتلف damage 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 damage. بعد كده عندي the Sibelius monument نصب Sibelius أو أثر Sibelius. the Sibelius monument the Sibelius monument the Sibelius monument. يحتفل celebrate celebrate celebrate. فنلندا دولة فنلندا Finland Finland Finland. ماسورة أو أنبوبة pipe 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 pipe. عاصمة فنلندا اسمها بالإنجليزي هلسنكي 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 هلسنكي. طيب تعال ننزل ننزل
ونبص على الأفعال يفهم understand، والماضي understood، والتصريف الثالث understood. understand understood understood. وعندي definitions زي يعني ايه bubble. طبعا bubble هي الفقاعة، a liquid bowl كرة سائلة full of air جواها هواء، من بره سائل ومن جوه هواء، فقاعة a liquid bowl full of air. يعني sphere هو الشكل القروي، اوكي الشكل الكروي، the shape of a ball يعني شكل كرة. irregular غير منتظم، يعني not following a pattern مش متبع نمط، لا ده حاجة غير منتظمة. ممكن تلاقي مثلث دايرة دايرة مربع مثلث مربع دايرة مربع كده، يعني حاجة regular مش منتظمة مش ماشية بنمط معين. reflect يعكس، when a mirror shows an image لما المراية بنشوف فيها شكل، okay فهي بتعكسه reflect. طيب خلي بالك من الكلمتين sculpture و sculptor. sculpture ده التمثال النحتي او العمل النحتي، what something is made from اللي الشيء مصنوع منه، for example gold clay wood حاجة منحوتة، okay ذهب، ممكن تبقى طين ممكن تبقى خشب. اما sculptor ده الشخص النحات، a person who makes sculptures الشخص اللي بيعمل sculptures اعمال نحتية. وعندي expressions زي all over the world في جميع انحاء العالم، all over the world. و good for جيد لي، good for good for. over the years على مر السنين، over the years. full of air ممتلئ بالهواء، زي البابل كده، full of air full of air. ده كان كلمات listen for. طيب احنا هننزل عندنا بقى نصوص هنقراها على listen for على الدرس الرابع. والجميل ان احنا قبل ما نقرا النص فاحنا يا ابطال عندنا كده جمل مهمه، الجمل المهمه لما بنقراها قبل النص بتخلي النص عندنا سهل جدا. طيب listen for احنا هنتكلم على عملين يعني من الاعمال المشهوره جدا، الاعمال الابداعيه الجميله جدا. تمام، انيش از ا سكالبتر، انيش ده واحد سكالبتر نحات. he uses different materials for his works بيستخدم مواد مختلفة لأعماله. people can see his art الناس بتشوف الفن بتاعه all over the world في جميع أنحاء العالم، زي مثلا عمل نحتي مشهور جدا اسمه tall tree and the eye. tall tree and the eye الشجرة الطويلة والعين، هو اسمه كده العمل tall tree and the eye، وده is a famous sculpture وده عمل نحتي مشهور. العمل ده it's made of stainless steel bowls مصنوع من كرات stainless steel كرات حديد فولاذ او فولاذ صلب، or spheres ممكن بدل ما نقول bowls نقول spheres اشكال كروية. ايه stainless steel ده؟ stainless steel is a very shiny metal هو معدن براق جدا. The spheres الأشكال الكروية are arranged مترتبة بس in an irregular pattern بنمط غير منتظم. They look like bubbles شكلهم كده زي الفقاعات which are floating اللي بتطفو. ده أول عمل. تاني عمل cloud gate بوابة السحاب أو تمثال بوابة السحاب، cloud gate in Chicago. cloud gate ده اللي موجود في شيكاغو is one of Kapoor's sculptures هو أحد الأعمال النحتية لكابور. stainless steel reflects the sky stainless steel ده بيعكس السماء like a huge mirror زي مراية كبيرة. cloud gate is a very popular site to visit cloud gate التمثال ده is a very popular site هو موقع شائع مشهور جدا to visit للزيارة. the Celebius monument أثر Celebius was built بنية in 1967 سنة 1967. the sculpture العمل النحتي ده has 600 steel pipes في 600 ماسورة من ستيل الفولاذ. تعال نقرأ الدرس مع بعض، okay. النص الخاص بلسن فور في واحد اسمه أنيش كابور.
واحد سكالبتر نحات كده شطور جدا. انيش كابورز سكالبتشرز، الاعمال النحتيه ليه؟ شايف تول تري اند ذا اي، شايف شكله عامل ازاي؟ اوكي، فقاعات كرات. اوكي، شايف هنا كلاود جيت عامله ازاي؟ وهي عامله زي المرايه بتعكس. طيب تعالى تعالى كده نقرا، يلا نقرا. بيقول انيش كابور از سكالبتور، هي واز بورن ان انديا، هو نحات مولود في الهند in 1954، سنة 1954. المهم يا أولاد، الراجل الهندي ده انتقل إلى لندن and moved to London. فين لندن؟ UK، هي United Kingdom، المملكة المتحدة بريطانيا، to study art، علشان يدرس الفن. والكلام ده كان in 1973، 1973. He likes to use new and interesting shapes. وكان بيحب يستخدم أشكال جديدة، محدش عمل الحاجات دي قبل كده والأشكال دي قبل كده، أشكال جديدة وشيقة. As well as different materials، زي المواد الخام اللي بيستخدمها. Kapoor makes very large pieces of art، عمل قطع كبيرة جدا من الفن for public places، للأماكن العامة. And people can see his art، والناس بتشوف الفن بتاعه all over the world، في جميع أنحاء العالم. ناخد أمثلة، هناخد أمثلة. Tall tree and the eye، وده is a famous sculpture، عمل نحتي مشهور. مين اللي عمله؟ طبعا باي أنيش كابور. It stands outside، بره، واقف كده، موجود كده في الساحة أو بره، بره إيه؟ The Guggenheim Museum، متحف جوجنهايم in Bilbao، Spain، في بيلباو في اسبانيا. This sculpture، العمل النحتي ده، is about 13 meters tall، عبارة عن 13 متر طول. It is made of، مصنوع من 73 stainless steel balls، 73 كورة من stainless steel، الفولاذ الصلب. Or spheres، أو نقول عليهم spheres، أشكال كروية. Stainless steel is very shiny، الفولاذ الصلب ده براق جدا. So when you look at tall tree and the eye، لما بتبص على tall tree and the eye you can see your own face، هتشوف وجهك many times، مرات كثيرة. The spheres are arranged، الكرات دي أو الأشكال الكروية دي مرتبة in an irregular pattern، بنمط غير منتظم. شايف شكل النمط؟ مفيش نمط منتظم. أوكي؟ تمام، نكمل. This makes them look like bubbles، وده خلى شكلهم كده كأنهم فقاعات، which are floating، بتطفو. Kapoor is a great artist، كابور ده فنان رائع عظيم. He understands math، درس الرياضيات well، أو فهم الرياضيات كويس. And he also understands materials، وبرضه بيفهم في المواد الخام. This means he can make sculptures، وده معناه انه ممكن يعمل اعمال نحتيه that will stay in place for a long time، ممكن تفضل في المكان لفتره طويله. For example، على سبيل المثال، in tall tree and the eye، في العمل ده اللي هو tall tree and the eye، Kapoor uses stainless steel. استخدم الستانلس ستيل ليه؟ اشمعنى الستانلس ستيل؟ Because it is a very strong material، لانه من المواد القويه جدا. It's very good for outdoor sculptures، وده جيد للأعمال النحتية الخارجية اللي بتكون في ساحات في الخارج. Because it stays shiny، لأنه بيظل براق. And bad weather، حتى الطقس السيء، doesn't damage it، لا يتلفه، ما بيبوظش الستانلس ستيل. Over the years، على مر السنين، Kapoor has made many other famous sculptures، كابور عمل أعمال نحتية مشهورة كتير. Another famous Kapoor sculpture، عمل نحتي آخر مشهور لكابور، is cloud gate، هو cloud gate، مثال بوابة السحاب. You can see it in Chicago USA، وده موجود في Chicago USA أمريكا. Cloud gate is very high، بوابة السحاب دي عالية جدا. People can even walk under it، الناس ممكن تمشي حتى تحتها. It's also، وهي برضو made of stainless steel، برضو مصنوعة من الفولاذ الصلب. Which reflects the sky، اللي بيعكس السماء. The buildings، المباني.
and the people around it والناس حولها. Like a huge mirror, زي مراية كبيرة. It's a very popular site to visit in Chicago. هو موقع من المواقع المنتشرة جدا والمحبوبة جدا للزيارة في شيكاغو. وتعالى نتكلم على حاجة أخرى. The Celebius Monument. أثر سيليبيوس. وده بقى was built بنية الأثر ده in 1967. سنة 1967. ليه؟ إيه الهدف من بنائه؟ To celebrate the famous musician. علشان يحتفلوا بالموسيقار المشهور جين سيليبيوس. اسمه كده جين سيليبيوس. Who died in اللي مات سنة 1957. فبنوا له أثر بعد ما مات. بعدها بعشر سنين. سيليبيوس was from Finland. سيليبيوس ده كان من فنلندا. وفنلندا دي a country دولة in northern Europe في شمال أوروبا. سيليبيوس work أعمال سيليبيوس is still popular. ما زالت منتشرة وموجودة وشائعة today النهاردة. And played وتعزف at concerts في الحفلات الموسيقية and in theaters وفي المسارح all around the world في جميع أنحاء العالم. The sculpture العمل النحتي was created by the female artist اللي أبدعه وعمله الفنانة هي أنثى فنانة آيلا هيلتنن who was also from Finland اللي هي أيضا برضو من فنلندا. The sculpture has العمل النحتي ده به 600 steel pipes 600 ماسورة من الستيل من الفولاذ of different sizes بأحجام مختلفة in any regular shape بنمط أو بشكل غير منتظم. It's 8.5 meters high ارتفاعه 8.5 متر and 10.5 meters wide وعرضه 10.5 متر. هيلتنن الفنانة دي هيلتنن wanted the sculpture to look like the way كانت عاوزة العمل النحتي ده شكله كده زي الطريقة سيليبيوس ميوزيك ساوندز زي موسيقى سيليبيوس كانها على شكل موسيقى. You can see this sculpture in the Celebius Park. انت بتشوف العمل النحتي ده في حديقة هناك اسمها حديقة سيليبيوس سيليبيوس بارك in Helsinki. في هلسنكي دي اللي هي عاصمة فنلندا the capital city of Finland. فاحنا كده اتكلمنا في ليسن 4 على أعمال نحتية إبداعات عالمية معروفة جدا. وبكده يا بطل نكون خلصنا فيديو النهاردة. Thank you for watching. شكرا للمشاهدة. شكرا ان البطل كمل الفيديو للآخر. بحبك جدا. وقبل ما تقفل ما تنساش اللايك الجميلة بتاعتك. وبكل أسف هقول لك خلاص خلصنا والسلام. Goodbye.